تكون احسن لاعب تونسي تو خلاص مش برشا واحد غير امبارح مارتي بشيل سكينه تو مكتبه تجي لا يا جماعه شوف القصه خويا راه نكملوا كيف السيد شباب لا كملوا الكويس اسمع حتى في الكومنتات قالوا يتحسوا قلق منك يا سلام لا لا اسمعني ما تخممش برشا باش ننزل بوه شكون احسن لاعب تونسي تو احسن لاعب تونسي يلعب تو ولا اي تو ولا بطل يلعب تو يلعب تو احسن لاعب تونسي عندي هنا تو عندك السخيري احسن لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس اللي فقط عليهم يقولوا وين شوف فما ما خلطش عليهم انا يقولوا لي طاهر الشيبي ملاعب برشا طارق دياب ملاعب برشا اما اللي خلطت عليهم اللي خلطت عليهم انا في تاريخ تونس انا برجوليه فوز الرويسي احسن لاعب في الكلوب تاو احسن لاعب في الكلوب تاو فما برشا جوارات باهين تاو في الكلوب مي احسن واحد بيرفورمون قاعد تاو مريقل عندك الشماخي البريود الاخرى الحقيقة مش تاو مي البريود الاخرى معناها ترجع كارين تالي هو الحقيقة بيرفورمون بل ما مشات على الكونترا صحيح ما يتمهمش راهو الفاند كونترا راه تعديت باهي راهو يتمهمش على الاخر لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا برشا واحد في بطولة تونس وقادر ينجح البر بن عمر أقرب لاعب ليك مهدي رصاصي فما برشا يعقوبي مرياح برشا قراب لي مي أكثر واحد معناها أصحاب أنا وياه وقراب مهدي رصاصي مهاجم تقرا له حساب مهاجم نقرا له حساب صابر خليفة كيما لعبت في الدعاء لعبت كونترو مرة كي كان في حمل انف ونحن كيف ناسيونال لعبت كونترو أحسن مدرب دربت عنده أحسن انترونير دربت عنده برشا انترونير تدربوني باين والله برشا يسمي لي واحد برشا والله برشا دربوني باهين ما نحبش نظلم اونترونيريات الحقيقة باهي مدرب عنده فضل عليك سي فوزي بن زرتي نبيل الكوكي أول شهرية قد خذيتها 450 ألف الكلوب أول كونترا ماتش ما تنساش ديربي 2015 أسمع نصل على أعلى شهرية ولا لا على جاري لا بونتو ماركيتو قعد في بالك بونتو ماركيتو قعد في بالي ما انا كل يوم ماركيت كونتر سفيقس هذاك في 90 دقيقة هذاك معناها اللي عدلنا به وبونتو كونتر غانغون اللي رجعنا خلينا في المانتيان في فرنسا كونتر غانغون بعد الكلوب وحمل لنف شنو هي اقرب جمعيه ليك؟ ديجون في تونس في تونس اقرب جمعيه الحقيقه جمعيتي الام في القلب هذيك الكلوب واقرب من بعد حمل لنف ما عندي جمعيه اخرى فماش حواها جمعيه تعاطف معاها نتعاطف معاها ليه الحقيقة ما عنديش شنو حاجة فيك ما تعجبكش؟ في حاجة ما تعجبنيش؟ ما نقولش لا تعطي روحك ما نقول ما نجمش نقول لا مشكلة أحسن لاعب في العالم أحسن لاعب في العالم قبل ولا بطل نورمال توا رونالدو أنا عندي أنا كريستيانو رونالدو أحسن مدرب في العالم أحسن مدرب في العالم بيب غوارديولا تو أحسن واحد يورجن كلوب